السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض هنشرح غرزة سهلة جدا في خطواتها. لو حبينا نتكلم عن العينة، العينة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 6 زائد 1. عدد السطور عندي 16 سطر، بيتكرروا من السطر الأول حتى السطر 16. يعني أنا بكرر 16 سطر على حسب الطول اللي أنا عايزاه، وبضاعف العدد 6 على حسب العدد اللي انا هبدأ بيه الشغل، وفي الاخر بزود غرزة. اللي احنا شايفينه قدامنا ده الغرزة من الامام. بالنسبة للغرزة من الخلف بيكون بالشكل ده. يبقى احنا شفنا الغرزة من الامام وده شكلها من الخلف. الغرزة بتعتمد على الغرز الاساسية اللي هي الغرزة العدل والغرزة المقلوب. يبقى مرة تانية، العينة بتتكون من مضاعفات العدد 6 زائد 1. عدد السطور عندي 16 سطر، بيتكرروا من السطر الأول حتى السطر 16. ونبدأ إن شاء الله في شرح الغرزة. بسم الله، هنبدأ مع بعض ونشتغل السطر الأول من السطور الأمامية، واللي هيتكرر عندي هما 6 غرز. هنبدأ بغرزة حافة، ودي بتكون خارجة عن عدد الغرز. من أول هنا هنبدأ الـ6 غرز اللي هيتكرروا. هنشتغل أول غرزة، غرزة مقلوب، بعد كده هنشتغل 3 غرز عدل. يبقى إحنا بنشتغل 6 غرز وهيتكرروا 6 غرز معايا لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس. هنشتغل بعد كده غرزة واحدة مقلوب، غرزة عدل، ودي آخر غرزة في الـ6 غرز. يبقى نقول تاني الـ6 غرز اللي هيتكرروا معايا: اشتغلنا غرزة مقلوب، 3 عدل، غرزة مقلوب، غرزة عدل. هكرر معاكوا تاني الـ6 غرز. هنشتغل غرزة مقلوب، 3 غرز عدل، غرزة مقلوب، بعد كده غرزة عدل. يبقى احنا ماشيين بنكرر 6 غرز بس. هنكرر المرة التالتة 6 غرز: غرزة مقلوب، 3 عدل، غرزة مقلوب، وبعد كده غرزة عدل. يبقى احنا كررنا 6 غرز، كررناها 3 مرات لغاية ما تبقى عندي غرزة واحدة بس. يبقى الـ6 غرز دول ما هيتكرروا معايا لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال. هشتغلها غرزة مقلوب، وبعد كده بنختم بغرزة حافة دي في نهاية السطر. وبكده يكون السطر الأول من السطور الأمامية عندي انتهى. السطر الثاني من السطور الخلفية، وهشتغل برضو بتقسيمة. هنبدأ وهنشتغل غرزة حافة، بعد غرزة الحافة هنشتغل 6 غرز هيتكرروا معايا. هنبدأ بغرزة عدل، بعد كده غرزة مقلوب، غرزة عدل، و3 غرز مقلوب. يبقى كده عندي الـ6 غرز اللي هكررهم في السطر التاني، كده عندي خلصوا. هيتكرروا الـ6 غرز لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، دي هشتغلها بالغرزة العدل. يبقى هنكرر تاني الـ6 غرز. هنشتغل أول غرزة غرزة عدل، بعد كده غرزة مقلوب، غرزة عدل، 3 غرز مقلوب. يبقى كده احنا كررنا للمرة التانية. هنكرر للمرة التالتة غرزة عدل، غرزة مقلوب، غرزة عدل، وبعد كده 3 غرز مقلوب. بنكرر الـ6 غرز لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، دي بشتغلها غرزة عدل. يبقى الـ6 غرز دول اللي بيتكرروا عندي في السطر التاني. احنا وصلنا لاخر غرزة، هنشتغلها غرزة عدل، وهنختم بغرزة حافة نهاية السطر. يبقى كده عندي السطر التاني من السطور الخلفية، كده يكون شغله عندي انتهى.
السطر الثالث من السطور الأمامية شغله زي شغل السطر الأول. هنبدأ بغرزة حافة، وبعد كده هنبدأ في الست غرز اللي هيتكرروا. هتبقى أول غرزة غرزة مقلوب، بعد كده الثلاث غرز عدل، غرزة مقلوب، وآخر غرزة في الست غرز هتكون غرزة عدل. هيتكرروا الست غرز لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس، دي هشتغلها بالغرزة المقلوب. ايه، انا كده وصلت لآخر غرزة اشتغلها غرزة مقلوب، وبكده يكون السطر الثالث عندي انتهى، اشتغلته بالظبط زي السطر الأول. السطر الرابع من السطور الخلفية وشغله زي شغل السطر التاني. هنبدأ بغرزة حافة، بعد كده هنشتغل الست غرز اللي هيتكرروا. هنشتغل أول غرزة منهم غرزة عدل، بعد كده غرزة مقلوب، غرزة عدل، وثلاث غرز مقلوب. هيتكرر الست غرز لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، دي هشتغلها بالغرزة العدل. انا كده وصلت لاخر غرزة اشتغلتها عدل، بعد كده بنختم بغرزة حافة، وكده يكون انتهى شغل السطر الرابع، شغله زي شغل السطر التاني. السطر الخامس من السطور الامامية وهيختلف عن شغل السطر التالت والسطر الاول. هنبدأ وهنشتغل بغرزة حافة في الاول، بعد كده هنبدأ في الست غرز اللي هيتكرروا معايا. هنبدأ اول غرزة منهم هنشتغلها غرزة مقلوب، بعد كده الغرزتين دولم هدخل الإبرة اليمين، هدخلها في الغرزتين مع بعض وانقلهم على الإبرة اليمين، بعد كده هشتغل التالتة عدل، هقفل الغرزتين على الغرزة اللي أنا اشتغلتها غرزة عدل، وده بيكون شكلها. هشتغل بعد كده غرزة مقلوب، هاجي في آخر غرزة اللي هي الغرزة السادسة هعمل فيها 3 غرز، هشتغل غرزة عدل، هعمل لفة، ومرة تانية غرزة عدل. يبقى أنا كده عملت 3 غرز في غرزة واحدة. يبقى كده خلصت الـ6 غرز اللي هيتكرروا معايا لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة على الإبرة الشمال هشتغلها غرزة مقلوب. هنكرر تاني غرزة مقلوب، بعد كده هنقل غرزتين على الإبرة اليمين، وهشتغل التالتة عدل، هقفل الغرزتين على الغرزة التالتة، هدخل الإبرة الشمال في الغرزتين وأعديهم من فوق الغرزة التالتة، بعد كده هشتغل غرزة مقلوب، هاجي أعمل في آخر غرزة 3 غرز، غرزة عدل، لفة، غرزة عدل. يبقى كده الـ6 غرز خلصوا. هنكررهم للمرة التالتة، غرزة مقلوب، هنقل غرزتين على الإبرة اليمين من غير ما اشتغلهم، هشتغل التالتة عدل، هقفل الغرزتين على الغرزة التالتة، بعد كده هشتغل غرزة مقلوب، والغرزة السادسة هعمل فيها 3 غرز، غرزة عدل، لفة، غرزة عدل. يبقى أنا كده كررت معاكو الـ6 غرز، كررتها 3 مرات. طبعا احنا بنكرر الـ6 غرز زي ما احنا عايزين لغاية ما نوصل لآخر غرزة اشتغلها غرزة مقلوب. وبكده يكون السطر الخامس عندي كده انتهى، شغل السطر الخامس كان مختلف عن شغل السطر الأول والسطر الثالث. السطر السادس من السطور الخلفية وهنشتغله بتقسيمة مختلفة برضو. هنشتغل أول غرزة 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 حافة، بعد كده هنبدأ في الـ6 غرز، هنشتغل أول غرزة غرزة عدل، بعد كده هنشتغل 3 غرز مقلوب، هنشتغل غرزة عدل، وبعد كده غرزة مقلوب. يبقى أنا كده خلصت الـ6 غرز اللي هيتكرروا معايا في السطر السادس. هنكرر تاني، هنشتغل أول غرزة غرزة عدل، بعد كده 3 غرز بالغرزة المقلوب، غرزة عدل، وآخر غرزة في الـ6 غرز هتبقى غرزة مقلوب. هيتكرر الـ6 غرز
لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، هشتغلها غرزة عدل. يبقى كده احنا عرفنا تقسيمة السطر السادس. احنا كل سطر من بداية السطر الأول لغاية ما وصلنا السطر السادس بنكرر 6 غرز. كده احنا وصلنا مع بعض لآخر غرزة هنشتغلها غرزة عدل، وهنختم بغرزة حافة. وبكده ينتهي عندي السطر السادس من السطور الخلفية. هنشتغل السطر السابع من السطور الأمامية، وهنبدأ بغرزة حافة. بعد كده هنبدأ في 6 غرز اللي هيتكرروا. أول غرزة هنشتغلها مقلوب، بعد كده غرزة عدل، غرزة مقلوب، 3 غرز عدل. يبقى كده ال6 غرز عندي اللي هيتكرروا في السطر السابع كده يكونوا عندي انتهوا. يبقى تاني هنكرر مع بعض ال6 غرز. أول غرزة هنشتغلها غرزة مقلوب، بعد كده غرزة عدل، غرزة مقلوب، 3 غرز عدل. يبقى احنا ماشيين مع بعض بنكرر 6 غرز، طبعا هنكررهم لغاية ما نوصل لآخر غرزة نشتغلها غرزة مقلوب. يبقى كده ال6 غرز عندي في السطر السابع عرفنا تقسيمتهم وبنكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، ودي هشتغلها غرزة مقلوب. احنا كده وصلنا لآخر غرزة نشتغلها غرزة مقلوب، وهنختم بغرزة حافة. وبكده يكون عندي شغل السطر السابع عندي انتهى، شغل السطر السابع من السطور الأمامية. السطر الثامن من السطور الخلفية وشغله زي شغل السطر السادس. هنبدأ بغرزة حافة، بعد كده هنبدأ في تقسيمة ال6 غرز اللي هيتكرروا معايا لغاية ما يتبقى غرزة واحدة على الإبرة الشمال. هنبدأ أول غرزة هتكون عندي غرزة عدل، بعد كده هشتغل 3 غرز مقلوب، وهتبقى الغرزة الخامسة هشتغلها غرزة عدل، والغرزة السادسة هشتغلها غرزة مقلوب. يبقى أنا كده خلصت ال6 غرز اللي هيتكرروا معايا لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس، وطبعا آخر غرزة هنشتغلها غرزة عدل وننهي السطر بغرزة حافة. وبكده يكون السطر الثامن عندي انتهى، شغله زي شغل السطر السادس. السطر التاسع من السطور الأمامية وشغله زي شغل السطر السابع. هنبدأ بغرزة حافة، بعد كده هنبدأ في تقسيمة ال6 غرز هتكون بالظبط زي شغل السطر السابع. أول غرزة غرزة مقلوب، بعد كده غرزة عدل، غرزة مقلوب، و3 غرز عدل. يبقى دي كانت تقسيمة ال6 غرز في السطر التاسع بيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال. انا كده وصلت لاخر غرزة هشتغلها مقلوب، وبكده يكون عندي السطر التاسع كده انتهى، شغله زي شغل السطر السابع. السطر العاشر من السطور الخلفية وشغله زي شغل السطر السادس. هنبدأ بغرزة حافة، بعد كده نشتغل غرزة عدل، 3 غرز مقلوب، غرزة عدل، آخر غرزة في الستة هتكون غرزة مقلوب. هنكرر لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس هشتغلها غرزة عدل. انا كده وصلت لاخر غرزة هشتغلها غرزة عدل، وهنختم بغرزة حافة. وكده ينتهي عندي شغل السطر العاشر. السطر ال11 شغله زي شغل السطر السابع. السطر ال11 من السطور الامامية. هنبدأ في اول غرزة بغرزة حافة، بعد كده هنبدأ في التقسيمة. هنشتغل اول غرزة مقلوب، بعد كده غرزة عدل، غرزة مقلوب، وآخر 3 غرز في الستة هيكونوا عندي بالغرزة العدل. هنكرر ال6 غرز لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة على الإبرة الشمال هشتغلها بالغرزة المقلوب. أنا هشتغل معاكو آخر غرزة هشتغلها غرزة مقلوب.
هنختم بغرزة حافة وكده ينتهي عندي شغل السطر الحداشر شغله زي شغل السطر السابع. السطر الاتناشر من السطور الخلفية وشغله هيكون زي شغل السطر السادس. أفكركم بتقسيمة السطر السادس، بنبدأ بغرزة طبعا غرزة حافة، بعد كده تبقى في عندي غرز عدل، تلات غرز مقلوب، غرزة عدل، وآخر غرزة في الستة هتبقى مقلوب. يبقى دول الست غرز اللي هيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس هشتغلها غرزة عدل. السطر 13 من السطور الأمامية، وده هيكون مختلف شغله عن السطور الأمامية اللي قبل كده. هنبدأ وهنشتغل غرزة حافة، بعد كده هنبدأ في الست غرز. هنشتغل أول غرزة، غرزة مقلوب. الغرزة دي هنعمل فيها ثلاث غرز، يبقى غرزة عدل، لفة، وبعد كده غرزة عدل. يبقى احنا عملنا في غرزة واحدة اشتغلنا ثلاث غرز. هنشتغل غرزة مقلوب، الغرزتين دول هدخل الإبرة اليمين وانقلهم من غير ما اشتغلهم، وبعد كده هشتغل الغرزة الثالثة، هشتغلها غرزة عدل. هنقفل الغرزتين على الغرزة الثالثة، وبكده يكون الست غرز عندي انتهوا. الست غرز دول هيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، هشتغلها بالغرزة المقلوب. وبكده يكون التكرار عندي انتهى، وصلنا لآخر غرزة اشتغلها غرزة مقلوب، وهنختم بغرزة حافة. وبكده يكون السطر 13 من السطور الأمامية عندي خلص، كان شغله مختلف عن السطور اللي قبل كده. السطر 14 شغله زي شغل السطر التاني، هنبدأ بغرزة حافة، بعد كده هنبدأ في تقسيمة الست غرز اللي هيتكرروا معايا. هشتغل أول غرزة غرزة عدل، بعد كده غرزة مقلوب، غرزة عدل، ثلاث غرز مقلوب. يبقى هما دول من الست غرز اللي هيتكرروا عندي لغاية ما يتبقى غرزة واحدة على الإبرة الشمال هشتغلها بالغرزة العدل. يبقى الست غرز دول اللي هيتكرروا معايا. شغل السطر 14 زي شغل السطر التاني بالظبط. وصلنا مع بعض للسطر 15، ده آخر سطر عندي في السطور الأمامية وشغله زي شغل السطر الأول. نفتكر مع بعض تاني شغل السطر الأول، بنبدأ بغرزة حافة، بعد كده غرزة مقلوب، تلات غرز عدل، غرزة مقلوب، غرزة عدل. الست غرز دول بيتكرروا معايا لغاية ما يتبقى غرزة واحدة على الإبرة الشمال، دي بشتغلها غرزة مقلوب. يبقى شغل السطر 15 زي شغل السطر الأول بالظبط. يبقى هنكرر الست غرز لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس هشتغلها بالغرزة المقلوب. السطر 16 ده آخر سطر عندي في نموذج العينة، وآخر سطر من السطور الزوجية أو الخلفية، وشغله زي شغل السطر التاني. هنبدأ في تقسيمة الست غرز، غرزة عدل، بعد كده غرزة مقلوب، غرزة عدل، وتلات غرز مقلوب. هي دي الست غرز اللي هيتكرروا معايا لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، دي هشتغلها غرزة عدل. يبقى احنا ماشيين بنكرر الست غرز. افكركم مرة تانية بشغل الست غرز، غرزة عدل، غرزة مقلوب، غرزة عدل، ثلاث غرز مقلوب. ست غرز بيتكرروا لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، هنشتغلها غرزة عدل. احنا وصلنا لآخر غرزة هشتغلها غرزة عدل، وهنختم السطر بغرزة حافة، وكده يكون شغل السطر 16 عندي انتهى. بنكرر طبعا من السطر الأول حتى السطر 16 حسب الطول اللي احنا عايزينه. وبكده يكون عندي نموذج العينة عندي كده انتهى. اشتغلنا مع بعض 16 سطر، واشتغلنا على مضاعفات العدد 6 زائد 1. شفنا ان في سطور عندي متشابهة في الشغل، وعرفنا ان في عندي غرز بنزودها وغرز بنقصها. شفنا ازاي الطريقة،
وبكده يكون عندي الشرح كده انتهى. أرجو أن يكون الشرح يكون واضح والفيديو ينال إعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.